بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم بعض المحاشي الجميلة واللذيذة. لقد حضرت هذا الباذنجان وحفرته ووضعت الماء ووضعت القليل من الملح بداخل هذا الماء وتركت الباذنجان بداخله بعد تم حفره، وأيضا نطفئ تنظيفه ليكون جاهزا للحشي. انظروا كيف حشوته. أنا بحبش يكون يعني الحشوة الحفرة داخله يعني تكون كبيرة جدا، بحب يكون في الباذنجان يعني يكون قليل جدا عشان لما يكون الحشوة داخله يعطي طعم مذاق الباذنجان والحشوة بداخله يكون صحي أكثر. هذه الحشوة انظروا، وضعت أول شيء بتجيب الرز المصري بتنقعيه في مية مغلية لمدة تقليش نص ساعة، بعدين بتشليه من المية بتضعيه هنا. وضعت فيه بقدونس والكزبرة والشبت المقطعي ناعم والبصل المفروم الناعم، وأيضا صلصة الطماطم والملح والفلفل والتحميرة والكمون وقليل من دبس الرمان والزيت. وهذا الباذنجان ليتم حشوه بهذه الحشوة الجميلة التي قلتها لكم. طبعا سأعمل بحشي هذا الباذنجان بهذه الحشوة، يعني هذه الحشوة كل ما كان، وضعت أيضا اللحمة المفرومة داخل هذه الحشوة أيضا. بتجيب الباذنجان ويتم حشوها بهذه الطريقة المبينة لكم. بتجيبيها بتدخليها بالأصبع الصغير ويتم إدخالها، وبتترك مسافة قليلة من الأعلى حتى طبعا عندما يكبر الأرز داخل الحشوة داخل الباذنجان، الباذنجان ما تخربش وتكبر. بتعرفوا أن الرز عندما يتم الطهي يكبر بهذه الطريقة تصبح جاهزة. انظروا كيف نحشي الباذنجان. طبعا هذه صلصة الطماطم، عملت جبت الماء وضعت صلصة الطماطم وضعت فيها الملح والفلفل والتحميرة ودبس الرمان والماء. هنا طبعا بعد زادت الحشوة حطيت الفلفل الألوان الأحمر والأصفر. جبت أيضا البطاطا قشرتها ونظفتها وحفرتها مثل الباذنجان ووضعت فيها الحشوة. وهنا الباذنجان بعد ما تم حشيه وضعته في الطنجرة. انظروا كيف وصفته بالطول حتى يتخلل الصلصة بداخله. والقطع التي قطعتها من الباذنجان من الأعلى وضعتها أيضا في الطنجرة. وبالصلصة الطماطم هذه سأضعها في الطنجرة الأولى والطنجرة الثانية وأضعها على الغاز. أما الحشوة التي زادت من الأرز وضعتها بطنجرة وسأتم طهيها، بتضع فيها قليل من الماء وتطهيها. هنا عوج الغاز، هذه الطنجرة الأولى تاعت الفلفل الألوان والبطاطا، وهذه الطنجرة الثانية الباذنجان. بتتركيها مدة يعني تستوي يعني 80% وبعديها ترفعيها من الغاز. أما هنا فهي النتيجة النهائية للوصفة. هنا الباذنجان، هنا صلصة الطماطم أيضا انظروا، هنا البطاطا والهادي، الباذنجان الحمد لله. قد كان السفرة جميلة ولذيذة والفلفل الألوان هنا طيبة المذاق. أتمنى قد نالت إعجابكم هذه الوصفة البسيطة. هنا الأرز بعد ما تم طهيه، هذه الحشوة طهيتها انظروا ما شاء الله تبارك الله والحمد رب العالمين على هذه نعمة الطعام. طبعا تضعيه على الطاولة وتكون سفرة جميلة جدا لذيذة. أنا لما تزيد الحشوة تبعتك بتجيبي أي شيء ممكن على حشوه وطهيه مثل ما أنا عملت أصلا. أتمنى قد تنال إعجابكم هذه الوصفة، ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وتفعيل الجرس.